صباح ونعكسن كسر دوادة جيل الميديا وحنو يجي دونا وحلقي قانه جاميه كوح ده حماس يرهر فلسطين يحيى سوار كاسو إسرائيل الشاعي سين الدشي انت أنن آدين تاريخ ديسا وحلقي قانه حلقن كان مدد وكسو بيري سيدا وكسو كري تبرد كل دوانا أوقاته حبسيه دي وكسو قلدين على إسرائيل إيا دمان دعدوينكا محلقي قانه سنوار وانو كوغب قمين دونا نعيد بدل دونتا إيا حلقن كوح ده حماس يكتر تو وحاول دميكرا بل أنا يقنو وقهرين وراركي يقدم بيي إيا وحا إلا إيا هدى لغيري يضو رزارة هايسايل بنش من نتياهو يمدحونا همرايك الكوب عيها اللين نتياهو وحاو الشيغي إني قارين قوشي وقوينيدو إسكهر ليحيان وحاو ويارين محند وين ومددير كواهيد عقبات كتاقن لنا عيسرايل وحاو الشيغي إن دلك يحيا سوار وحبادن سوكرين دونو كوحديا إسرائيل إسلام مركان أي قار تميد كميدة هدفية دي عوقشي تنضبادي أكتوبر دقالكي دوفان تلقسانا مسكح دي كدب بيسي حيد وحاو الشيغي إن هاد كدب كفا كريان حلال كلي وحن قبي هام بو ميشا كساري إن قزع نقوني سو قوب أي كوحدة حماس ما مشوح حنو الشيغي تاسين إتهاي على عالتي ما كسو بحين ويسنسين بواق برين مدحنا أمريكان كجو بايدن نواحا وشيغين حال كبرغة دحي حد وصو روي أو سو دوادي إسنا مركانا أي تهي إن لغا فكر حد سيدي حبتوشين لغا سمين لها قزة دقال كان اللوصو عفجر لها نتيا واحا وشيغين إن واحا كلية دقال كاي كجو جن كان حد أي تهي إن حبيسة سبلا شروطة أي كوحدة حماس وصو دايان oo ugu wareejin dhinaca Israa'il waxa la aaminsan yahay waxaan suuragal marnaba ahayn dhinaca iyo bariga dhexna waxaan xal ka hadalnay aniga iyo Cabdi Qani Abu Karba saameynta kala duwan ee ka dhalanaysa inay noqonayso in waxba laga sugi doonin isbeddelo oo dagaalku sii socdo oo kaliya la sugi doono sida uu Cabdi Qani xalay tafaaley ahna xaqada ruuxta leh dhamaan dadka oo dhan ay arkayaana عبد الغني أبو كر حمد أو ده هذا كسيد الدولة السعودية دمان ده غير ده كسر ده قبل كان برجع ده أو دمان ده عيك الدوان يكون فوقين عبدولي عبد الغني حقدم بيجي مركز لقت تجو إن دلك دعاي إسرائيل الشجع تاي بايدن وهاللي برجع ده سوين الدنيا الإسلام كوردون لقت دريمي ما كان قانون أرتا نكلي هذا سنوار أدي جواير نيشنز وهو كسهل يعني نادي جو تجو يوروبا مكندا هذه هي الكاغا افريقيا كسوغان سي توسا لاغو كدير كارتو ديما كو غنعيا يدك دك سيمو كلا سو دك هاد بلاي ستور اما بي ستور واير نيشنز هذه لو بوغي لنا ما هدي اي وما سنت هاي جيلنو يحيى مغيصو صدخان و يحيى ابراهيم سنوار و هوغاميه اوركا حماس تلاده و خوبتي لخدي بيشي اغس ماركي لدلي هوغاميه كوريه اسماعيل هنيه كاسو إسرائيل كو شرقوشي مقالة الدهران عاصمة دالك إيران يحيى وحولي هاي تاريخ هلكن وحولي هاي تاريخ وقامينيد وحولي هاي تاريخ وحسكعابين يحيى لحن إلا بادي بودشي لحن إلا بادي السنة وچيرو ولي وحا عجيبكا عيني بودشي بشي أكتوبر وان كوچيرنو وآه بال أن ذلك عربت هلجن وصنتن تقالك اللي 1 أكتوبر بعد عي تضبطي أكتوبر بعدين واحد تاي معلم تقول البرجة اللي حلاج حسوسنا عندنا أنت تاريخ ذا ينقدم بيسا مركا إلى اللي 1 كسنة اللي 1 اللي بس سنة وشراء اللي 1 اللي بعد السنة وح كبدا أفرتني الصقال صلا وحوهانين وتاجن هلجن سديت يلا بذي سووا لباتن شراء aya waxa uu ku biiray urrada dhaqaaqa islaamiga ah ee ka jiray qasa ardaynimadii isagoo yar waxa uu jaamacadda islaamiga ee qasa ka diyaariyay luqadda carabiga waana markaas marka uu la soo baxay caaboonaanta iyo diifnaanta sinwar waxa ku soo jeeda reer la soo barakiciyay reer sinwar waa qoys ka soo barakacay magaalada liirada ashkelon waxa ku dhashay kaamka qaxootiga ee Khan Yunis ku yaalay halkaas uu yaraantiisii ka soo hanaqaaday iskoolka ku soo dhigtay markii dambana wuxuu galay jaamacadda Islaamiga waqtiga ku jira marka jaamacadda Islaamiga waa marka uu qaatay saqafada wax iska dhicinta iyo saqafada urrada Islaamka ah ee markaas ugu weynayd urrkii akhwaan muslimiinka waxa la sheegaa inuu kamid ahaa dhalinyaradii ugu horeysay oo la kulmay Sheikh Ahmed Yasiin oo markaas waday dhaqdhaqaaqa ururka iskaabinta reer Falastiin Hamas ninka kan bilowgiiba wuxuu ka soo dhaxmuqday ardayda wuxuu hoggaan u noqday ururada ardayda waxa uu markii bilowga ahayd ba intaan lagu dhawaaqin Hamas
سيدتني شنتي وهو جامعي أوركلي هذا المجدي وأقرب ودسنا سردون يتبقل مع المهاس وحوفلي هقول كي وهري لود دبرتشري أما لود دبرجري أما لود أوجاناي تذكر بساسين تاعير هي فلسطين إسرائيل كلها حورت غزة حيالها عجيب كأو حكم إذا إن أورك المجدي ومركز أساسي والنقطة كأوكبة نصوص على ملاحظة حماس كادرين تنقطة عروري ياسين رنتيزي لما أنتوا تروحي هاي إن اللي يرأسك كعانا لحلمية دي الشيء تشيل كأو سكمل ده دي فنانتا يجي سينما يسي يهل عليه يسي وحاء أحمد ياسين لقعت في كده إن مركهرة إنتان أورك حماس لوصا من قرب هو بيسان أما قرب سياسية تذكر رير فلسطين إيه قصة كنول لود ياري بي أفكارته ده هلجنكا يحرر مدونكا نلقو كوريو مركا يرانتين إنه عصبوها وحبرشهان ساسوها مركا يدمر وحكم من غضتك لقو أساسي أسكرت إنه غضي أورك حماس تضبطي أكتوبر سدعة المانتي أكتوبر بو هولجلك وينابا ولي أكتوبر بو درشي أكتوبر بو دنتي سد إسرائيل شكتي إن أكتوبر مركزنا على جتقو دنا عكروا حكوس في السنة اللي هي هل أضيقة كحلنا هي ستي تصالحان ورك ودم بيو إسرائيل هو وينا عالم العرب أنت دجال كل شرتي سو وجهها نك جرسية إلى هيرك الله تنصنع حبسلك سوقاتي محيه هذ وحيابها وين اللي جاي قانا ما كنا على اللي جاي إيوه صور كل جاي هيستعمل هو هدي له هايو سنوار أما يحيى قفقة وها ريبذ اللي مره رادين كرقفقة وها وحاقوله أنكو شيء كراين وها نين هلكن وحاقون ولا ودا قالامي وحبسه وقالي وحبسه مركو كسب حسي وذي وحيا هيد إنه هلكن كذا بيو إنه ما أنت سو هلكن كقطيرة أو فرنت التاجن أو قريجي سوى تأبوش حيلان ودا قالام يانا شهادة سقطتي معنى كلا أنا هاي إنه ها فروح هلكن شخصية هلكن تركي سو نودسنا هلكن كا waxa dhacday 18 iyo 5tii markii la qabtay 2011 baa la soo saaray wax ku dhawshay 20 sano oo 22 sano xiriirtay buuxna ajaaibta waxay tahay inuu intuu xabsiga ku jiray maxabiis badan ka sii daayay xabsiga mar isku dayay inuu ka baxsado sanadihii buuxna waxa dhacday inuu keenay qaabka dadka Falastiin ay ka soo maan cunada taasoo kaliftay in dad badan ay Israa'il ku sii deeyso markii laftu bay xamaas ku guuleysteen gacanta ku soo dhigto askariga reer Israa'il 2007 jilca shaaliid waxa dhacday inuu soo baxay ninka la yiraahdo Yahya Sinwar intuu xabsi ku jiray Yahya Sinwar afkaar badan buu kala yimina oo halgan waxa kamid inuu aaminsanaa in waxa ugu dambeeya ee Falastiin ku xoroobaysa inay tahay dagaal waxa ugu dambeeya dadkiisa uu qaban karaa tahay inuu ku hoggaamiyo halgankaas waxa kamida mar dhaqtar la geeyay dhaqtar la kulmay oo kula kulmay Yahya Sinwar soo xabsi ka soo baxay inuu yiri Yahya Sinwar wax weyn buu sameyn doonaa waana waqti hadda laga joogo dhowr iyo soddon sano Yahya Sinwar hoggaamintiisa ka hor waxa uu qoray buug intuu xabsiga ku jiray buugaso ubaxay qodaxda la yiraahdo wuxuu ka sheekeynayaa falsafadaha dagaalka wuxuu ka sheekeynayaa halkankay ku jiraan wuxuu ka sheekeynayaa noloshiisa xabsiga lama aqoono majhuul buu ahaa marka qofka qoray buugga markuu soo baxay ayaa buugga ashowka wa karnafaal uu caan noqday marka Yahya Sinwar marka uu soo baxay 2011kii markiiba wuxuu sii watay halkankiisii nidaalka ahaa waqtiyadaas uu guursaday Yahya ii ma cad hadda inuu ka tagay wax ciyaala laakiin 2011kii ayaa loo aroosay gabad maalin jimca aroos weyn oo ka dhacay Qasa dhinaca kale marka laga hadlayo ninka sidaa u adag oo Israa'iladkii isku hayeen Netanyahu wuxuu sheegay xalayto soo hadlayay tobankii fiidnimo in wixii ugu weynaa oo qodaxaha oo ka haystay Qasa ay meesha ka baxeen oo hadda kadib ay tahay Xamaas inay soo dhiibto maxabiista ma kula tahay sidaas fudud inay wax walba u jiraan arqam
Farm Kaleshwa waa guri si casri ah loo dhisay oo ku yaala magaalada Nairobi gaar ahaan xaafada Kaleshwa waa guri leh adeegyada aasaasiga hadaba hadii aad daneeyso inaad magaalada Nairobi aad guri ka iibsato nagala soo xiriir telefoonada shaashada ku qoran taariikhda waxba laga barta Xamaas waqti inta ka tabariirtay waxa laga dilay Axmed Yasiin Cabdiciis Rintisi oo libanina waa mufakirkeenina oo ahaa doktor ninka aragtida ruuxiga ah ee dhalinyaro badan ay raacsanayeen Rintisi oo ahaa laba bilood gudahood 2004 lagu dilay laakiin maxaa dhacay waxa dhacay in Xamaas ay ugu abaal gudday dadka reer Falastiin inay Israa'il khasab kaga saarto deegaanka qasab oo markii uu horeeyay oo koox reer Falastiin maamulka madax banaan Israa'il basaasiinteeda heshiis ku bixin ay suurto gelisay maanta Xamaas 7 Oktoobar sameysay qasay ka saartay Israa'il 13 bilood kula dagaalamayso maxabiistooda gacanta ku hayso umalayn maayo inuu saameyn badan ku yeelan sababtoo ah Xamaas waxay ku dhisan tahay waa fikr qof ma ahan qof uu tagaya uu dhimanaya dad badan ba intii halgan ku socday u shahaado qaatay marka san aaminsanahay wax weyn ma keenaysa inay xaniye iyo hoggaamiye Yaxya Sinwaar raba bilood gudahood ay ku dhintaa marka halka laga hadlayo Cabdiqani waxa loo yahay kooxdan dagaal baan ay ku jirto sidaad sheegtay laba bilood gudahood qaadidadii laba kamid ku ugu muhiimsanaaya ay weeyday maxaa laga filan karaa gudaha kooxda ma inay si wadan dagaalka ma inay wada kala raadiyaan filashada noocaas marka lagana cabbiro ninkii hoggaamiyaha ahaa isagoo fikirkan lahaa in la asaaso garab hubaysan garab sirdoon waxa soo dhalaa hadii sida Israa'iil sheegtay meesha uu ka baxay maxaa kale oo bedelo oo kooxda gudaha laga filay marka laga tagay afkaar inay aaminsanaayeen sida xal Israa'iil u dabaaldegaysay waa laga yaabaa Xamaas inay yinisaas uu kala u dabaaldegtay sababtoo ah hoggaamiyahaagii qorigiisa to dagaalamay oo furunta ku dhinta way ka qiimo badan tahay isagoo guri lagu duqeyn lahaa ama god laga soo saari lahaa waxaan aaminsanahay anagu ama saxafadu ay qoraysa Xamaas inay ahaanayso koox jirta awooddeedina sideed isu sii haysanayso ma u arisa Yaxya Sinwaar waqtiga xaqiijinay waxaan aaminsanahay Israa'iil dilka Yaxya Sinwaar intay u gashay oo uga baxday wax ka badan inay kaga bixi doonto waxaan arki doonaa laba mid qaza oo gacanta Xamaas ku jirta oo Israa'iil si sawiye ay u siman yihiin miska hadalka wada yimaadaan ya Xamaas oo ya Israa'iil oo guul gaar weeydo oo baxda saan lagu kala joogo markala aan filan karnay wixii Xamaas sameysay inay soo noqon karaan soo qorga dheegta kuwata ayuu dhintay saddexin kaliya soo ninka ugu sareeya waxa soo marka laga tago waxa lagu yaqaanay adeeg hadal adag oo marar kala duwan jeediyo maxaa laga xusuustaa Yaxya Sinwaar saddex hadal uu leeyahay baa diiwaan gashan oo waliba ah kuwa hamigiisa iyo hankiisa muujinaya 2011 marka uu soo baxay waxa uu ballan qaaday in halganka wadayaan meel ka sii sareysan ay gaarsiinayaan waxaan ku sheegayaa Faarax 2011 markii uu soo baxay Yaxya Sinwaar maysan haysan hubka kan casriga ah ee gacantooda ku sameysteen Israa'iil waxay sameen jirtay inay dagaal la gasho dagaalkii ugu dambeeyay Israa'iil qasa ku gasho marka laga tago 2011 hadal bujeediye wuxuu yiri waa argoosanayna waxaan loo fasiraa mararka qaybtood inuu ka hadlayo duufaanta aqsa markuu loo wareegay 2017 ballan adag buu galay waxa uu yiri wax kasta waxaan u bixinaynaa sidaan dhulkayaga u xorayn lahayn Qudusna ay u noqon lahayd caasimadeena 2020 shir jira aad wuxuu ku dhex qabtay bartamaha Qaza waa muqaalka ugu caansan oo laga duubay waxa uu yiri Israa'iil wax kasta ay haysataa diyaarad ay haysataa manniin kuwa ka baqay geerida intaan noqon lahayn nin fulay oo ku dhinta furaashka waxa noqonayaa nin hoggaamiyay oo shahiiday oo furinta ku dhinta tiina uu ka dhabeeyay uu socday qasuu ku dhex lugeeyay inta kadibna maxaa dhacay day waxa dhacay wixii adduunka way u taaglayay si kasto Mareykanka iyo Israa'iil ay yeesheen 7 Oktoobar way ogaan waayeen waana sanad waa dhaaf waxa la dhahaa dagaalada jabhaduhu sanadka koowaad haddii jabhadu ka gudubto sanadka labaad iyo ka saddexaad iyo ka afraad way ka gudbaysaa marka Yaxya Sinwaar intuu noolaa
وحو حقيقيي أهدافتي ونولا وحو شهادة قاتد إنو فلسطين حرية مركا عن سلايا هاي وحو هاي يحيي السنوار تاريخ دي سيمان لها هاي وحو بدلي إنو سيدقن لقن قليو سيفي على اللوغاركو قبح دقاركا مركا لقاها اللي وحو كمدها كوحد حماس سياسيين تي أما حبناه ده فولات كا دجال كسعود اللبنان متك سوريا كسعود متك العراق كسعود أو إسرائيل دمان قيبة كتاعي وفي القيم كل الدول أو إسلام كا كل وليهن أرتيب كأم سنة جردو واحد يشك تي إن أرتيد سو أكيد دوانين مدا واقع تعلم هاي هذا أرتيد وكأم سنة حزب الله إيه مركع دنكو ذا شوكته مركع خلفيات كا يحيى السنوار حين تصينا يعني إنه ها nin qoomi ah nin qadiyada falastiin u taagan dhanka kale markaan eegno diinta islaamka inuu haysto inuu sunni aha dad taaska ma taagna laakiin haddana yahay sinwaar waxa uu ahaa dadka aaminsan in cid kasta oo falastiin arinteeda ku taageerayse inuu dhulkooda xoreeyaan inay soo dhaweeyaan bil ficilna waa laga arkay xisbullah iyo eeraan waxa la sheegaa intii 7 October hadii bi cid la ogeeyd qaabka u maamulay inuu ahaa hoggaamiyihii Hizbullah iyo ninka hoggaamiya Iran mararka qaybtood waxa la leeyahay hoggaankiisa ka sareeyay Ismaaciil Haniya waxa lagu wargeliyay subaxii weerar ku dhacay inay dufanta aqsa bilaabato marka fikriyan ninka noocaas isku jira buu ahaa waxa kale oo markii Ismaaciil Haniya lagu diray Tehran soo baxday halgankan قزك الصعبة هدي حفيز كسياسي عن يحيى السنوار وسان أوديس عسكري أكو درسان إن أرختيها كوحدة إسرائيل فلان بركة إنه حلك قبطو وحا هاي إنه دتك فلسطين حتى كوحها كلا فتحي إسلام الجهاد يكون شيران وأركيان نن كانوا يهاي نن أنو الهلقن كا رهير فلسطين مركا نولوشي سيارانتا يتي حفسيقا يتي هقامينتا يو هنكيسي يهيكسي كوچيري وحي كاتلكتا نين كدو واندامان كوحاها شخصيات كوهقامي كوحاها كيچيرا فلسطين وحي نو أركيين إنو يهي نين كسو ده هيران كران مادام أفكارتيسو لقاو ده حركي فرقوينكا جماعاتكا أحسابتا أيدولوجيوينكا aan askarto ay mar arkayeen inuu yagala mid yahay mar waahanin siyaasi mar waahanin dagaalamayo furinta tagaya ilaa uu ku dhintay mar waahanin tashaawur la oo talada tashi gelinayo aan wax maroorsanayn marka ay adag tahayna inuu waahanin ku dhirin karo ku dhaqaaqi karo go'aankiisa dhinaca diin weegno inta taariikhsa aanu kaga baxno cilmiga askariga rutab bartay nin carabi bartay جماعات إسلامية وغزة كبحاي وعربي برتاي وكده حبسية ذا قلي أو السوداي حضنا دلك هذا اللي دلي سقو أو قريب كيف كايستا أيو دنتاي أو إسرائيل دشي ما نصورن كرا مركي سهرابا أفكار تن مركو كسو أشغالان كيميد أي خان يونسي مادين وابوح قدهان ريسن واروردن أي كمي دي سنسابتو حمنا كلا أو مهمة أو يقويس كساء aya yana jira ma wax hore oo grief sa jira oo intan Israel Falastiin wax ka duwan oo qoyskiisa uu qabamay jiray aan yahay sinwar inta uu sandaran heerkiisa wax deganay magaalada la yiraahdo Ashkelon ama Asqalon marka griefness halkaas uu ka soo bilaabanaya heerkiisi aabihiis qoyskiisa waxay ahaayeen qoys aan la soo barakiciyay Khan Yunus marka uu kala qaadayna wuxuu ku kacay saxwaadkii islaamiga ahaa ee Sheikh Ahmed Yasiin hoggaaminayay marka tababarka kan ugu badan waxa uu ku soo qaatay xabsiga waxa uu kala yimi fikrad halgan waxaana la sheegay inuu yahay ninkii ugu aqoonta badnaa dadkii maxabiista ahaa Israa'il waa lagu khasbay xitaa inay soo deeyso Mason Rabin magacyada ku jiray liiskaas oo kun qof ahaa safqadaas loo yaqaano oo abaal calinta maxabiistii xurriyadoonka ahaa Israa'il way ka warwareegtay laakiin waxaa la sheegaa in kooxda Hamas ay ogeyd miisaanka ninka kan taasina ay keentay nin yaqaana taatikada luqadda cibriga wuxuu ku qori jiray waana ku hadli jiray buug buu ku daabacay buug badan oo ideolojiyadooda ah oo kitaab al-mawcuud uu ka mid yahay buu akhriyay marka
نن نوع عصو فكريا حبسي كوسو قاتي تابر كيسي يرانتا وكقاتي سيد لكو دلوقة بسيني وقت عصو إسرائيلي في دين السي ولكل ماي يمرك دمبا وكوح دسان وأفكارتي نوشا هاي هو هالشي وهرمري يجودتك كان قضي لابكن لا تنكي وحوشيغا إن إسرائيل شاكتو إن التمنان متير قدد أو قدنه لكن وحوشيغا معلن تاس إن قدد كمنان متير عقارسين أيان أي قساكا دحسن مثلا وين يجيرتا سيدة اللوو بادين أيو ما دام إلاي حدا أن لقران إن ميلي حماسو بكوصة ما يسو وحنا كدو قيسو وقدمتي عبدغري ياب الدلية نكا نوع عاس مستوها كلها كوحدة حماس فارحو حالة سيدي عن شاكنا مركي وركا دمشادة وصواب بحي المقاعية بضم باتشرة وبدلوا نغون كرا مدام كوحد حماسة تاهي كوح قادر وان والول بدا لقاقة بكارين عد بوس كسبوح سا اي لواي وحاة شراء حد وكوحيقين وان انك اللي راد خيل حيا ومرر بدا نكاقة بقلا وده هذا الذي دوحا نلو تقيي وحاة كله شراء ولالكيس محمد السنوار ولبكوني أفرج طبعاً كين هالقل إسرائيل الجوفرية كفرية لبكوني يتضبطين رجلي شو أفتو بكم إذا قلعة شاليد والسنوار مدح سلوسه داي مركب لبضع نم بأبدا تهنينا وتشوق ميدانك أو قابط دجال كي أو قريق سيت أو ولاك كبر بردجال لما يي أو ورر صوب حي أو بدن الشيء يعني إنه يعني نك قصام كوحد اللي يراه ده سيدا نفتا حدا الحقان كيدا وحايا بركا لبادا عن نبا تشيري كرا وحانا تشيري كرا داد كالو كادرين إن لغو سعودي تلادا وكمي دي هاي خالد مشعا لكن وقت تغان دقار كا وحانا نغو سلايا هاي كوحد حماس كمدق ديقشو إنه مقع بناك وصو سارتو داود يال ورار كينا وقدم بيا وحنو مركز تكوية قدونا حالة دان قبل كا برقا دي حكا تاغن عبدقان أبو كار حمد عدي عدو ما سنتاي وان سوالابان دونا عدي على ودل ورال كاد American International School oo xarumo kula dalka Mareykanka ayaa lagaga furay magaalada Nairobi waxa uu ku hayaa tacliin tayo sare leh oo la mid ah tan USA iyo shahaado ilmahaaga uu ogolaanayso gelida jaamacadaha Mareykanka qabashada ardayda ayaa socota kala xiriir taleefannada shaashada ka muuqda